Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadeeth tisalma Sheikh and us, Sheikh Sa'eed, hafidhahullah ta'ala. Yata'alak bi hijra wa ba'da masail ilmiya. Barakatuh. كيف حالكم شيخنا؟ أنا بالشيخ خالد الله يحييك. الله يحييك. لا تكون مشغول شيخ. أبد سلمك الله. بارك الله فيك. طيب السؤال الأول قال بعد الليبراليون نحن لسنا إرهابيين ونحن وسط في كل شيء. فتأمم المرأة في صلاة واختلط النسوة مع الرجال في صفوف فما ردنا على هؤلاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد. أما قولهم لسنا بإرهابيين فإنهم يريدون أننا لسنا مع الخوارج ولسنا مع داعش ولسنا مع الجماعات القتالية، هذا صحيح، ولكنهم إرهابيون من باب آخر. نعم. يرهبون الأفكار ويرهبون القلوب ويفسدون الشريعة، ومن إفسادهم للشريعة أنهم يفسدون العقائد، يفسدون الأخلاق، يفسدون الأحكام الشرعية، يبنون دينهم على أوهام وعلى آراء وعلى عقليات ليس لهم نصيب من شرع الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيك.